بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 29 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما الحكم في التهريب وهو نوع من التجارة، وهي الأشياء التي منعتها الدولة مثلا وهي غير محرمة في الشريعة كالسكر والدقيق؟ وجهونا حول هذه المواضيع جزاكم الله خيرا. المطلوب من المسلم أن يكون صادقا في تعامله وأن يتمشى مع الأنظمة التي جعلتها الدولة، لأنه إذا خالفها عرض نفسه للعقوبة وللجزاء والمخاطرة. فالحاصل أننا ننصح بصدق المعاملة واتباع الطرق التي ليس فيها مخاطرة وليس فيها تعريض للنفس للعقوبة والمخالفة. هذا الذي ننصح به. جزاكم الله خيرا. أنا شاب لأقارب لا أزورهم، علما بأن والدي لم يخبرني عن مكانهم، ما حكم الدين في ذلك؟ الواجب عليك أن تبحث عن مكان وجود والديك، أن تجتهد في هذا، وسوف تصل إن شاء الله إلى ذلك، وأنت ماجور في هذا ومثاب. مع البحث والحرص سوف تعثر على مكانهما إن شاء الله، أو تعرف الوضع في حقهما إن كان موجودين أو متوفين، وعليك بالبر بهما والدعاء لهما سواء وجدتهما أو لم تجدهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن التدريب العسكري للنساء. شفاء النساء لا يليق بهن التدريب العسكري لأنهن ضعيفات ولا يتحملن التدريب العسكري، ولأن التدريب العسكري يعرضهن للفتنة ولمخالفة الرجال. هذه الأمور من خصائص الرجال. أنا شاب أريد أن أحج وأريد أن أتزوج، ولا أستطيع أن أجمع بين الأمرين، فبأيهما أبدأ جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تبدأ بالحج لأنه ركن من أركان الإسلام، إلا إذا خشيت على نفسك من الفتنة بعدم الزواج فإنك تبادر بالزواج وتقدمه على الحج. إذا خشيت على نفسك من الفتنة والوقوع فيما لا يجوز فإنك تقدم الزواج لأن فيه إعفافا لنفسك عن الفتنة. جزاكم الله خيرا. لنا جيران كثيرا ما تكثر بينهم الخصومة بسبب الأطفال، فما هو توجيهكم؟ الواجب عليهم نصيحتهم وتوجيههم، وأن الأطفال يجب أن يوجهوا بالتي هي أحسن، وأن لا يكون النزاع بين الأطفال تسرب إلى النزاع بين الكبار. الواجب عليكم نصيحتهم وإعانتهم على أنفسهم وبيان الطريق السديد لتربية الأولاد وتوجيههم الأطفال. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يقولون إن من ختم القرآن ولم يذبح فإنه يصاب بآفة، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ لا أصل لهذا، والذبح لختم القرآن ليس بواجب، ومن فعله فلا حرج عليه، من باب الشكر لله عز وجل ومن باب الفرح بنعمة الله، فلا بأس أن يذبح وأن يصنع طعاما ويدعو إليه الجيران والأصدقاء والمحاويج والفقراء بالدرجة الأولى، ومن لم يفعل فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. رجل متزوج سافر بعيدا وظنت زوجته أنه توفي، ثم تزوجت، وبعد ذلك جاء زوجها الأول فوجدها متزوجة، فماذا يعمل زوجها الأول؟ جزاكم الله خيرا. تراجعون المحكمة الشرعية للنظر في هذا. ما الفرق بين الحديث المقطوع والمتصل، وهل يصح العمل بهما؟
حديث المقطوع هو الذي سقط من سنده راو في وسط السند فاتحة، هذا هو المقطوع الذي سقط منه راو في وسط السند. وقد يراد به أيضا المرسل والمعضل والمعلق، كلها أسمى للانقطاع في السند. الحاصل أن المقطوع هو الذي لم يتصل سنده، يعني سقط منه راو فاتحة. وأما العمل به فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به إما وجوبا وإما استبابا، وأما إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعمل. جزاكم الله خيرا. ما الفرق بين الحديث المرفوع والموقوف، وهل يصح العمل بهما؟ المرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمرسل ما نسبه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سقط منه الصحابي وهو ما نسبه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بينه وبين الرسول صحابي لم يذكر، هذا هو المرسل. من المستمع حسن عبد الرحمن أحمد سؤال يقول فيه: ما حكم التخشب؟ بعض من الناس الواحد يكون جالسا في المنزل لوحده وممنوع يدخل عليه أي إنسان لمدة 8 أيام، ولم يأكل إلا قرص أو قراص كما كتب، ولم يأكل غير القراص، يمنع نفسه من كل الأشياء ويقول عليه التخشب، فما حكم ذلك في دونه؟ جزاكم الله خيرا. هذا من البدع المحرم، ولا يجوز للإنسان أن ينعزل في البيت ويترك صلاة الجماعة ويترك الجلوس مع الناس ويعتبر هذا من العبادة، سواء سماه تخشبا أو غير ذلك، هذا لا يجوز وليس هو من هدي الإسلام. الإسلام طلب منا أن نخرج للصلاة، وأن نخرج لطلب الرزق وطلب العلم، وأن نجالس المسلمين، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وندعو إلى الله ونخالط الناس ولا ننعزل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت في الوادي وبعيدا عن المسجد كيف أصلي صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة لا تصح إلا في المسجد مع الجماعة، فإذا لم تقلع حضور صلاة الجمعة بعذر شرعي فإنك تصليها ظهرا، صليها في مكانك ظهرا 4 ركعات بعد ما يدخل وقت الظهر. وأما إذا كان بمقدورك أن تحضر تصلي صلاة الجمعة مع المسلمين فإنه يجب عليك ذلك إذا كنت تسمع النداء، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جزاكم الله خيرا. والدي يصوم كل سنة بعد رمضان، يصوم 6 أيام ويقول عليها الفتوت، فما حكمها؟ ليس هناك فتوت، وإنما يصوم الإنسان ما شرع صيامه من الأيام، فالصوم المفروض هو صوم رمضان، وما زاد عليه فهو تطوع. يصوم 6 أيام من شوال، يصوم 2 و5 من كل أسبوع، يصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم 10 ذي الحجة، يصوم يوم عرفة، يصوم شهر الله المحرم وأكده التاسع، وأكده العاشر، أكده العاشر الذي هو يوم عاشوراء، ويوم قبله ويوم بعده، هذه الأيام التي يستحب صيامها، أما غير ذلك فإنه ليس بمشروع. جزاكم الله خيرا. هل المعوق الكسيح عليه زكاة وعلى أولاده؟ إذا كان عنده إمكان يقصد زكاة الفطر، وكل مسلم عليه زكاة الفطر سواء كان صحيحا أو كسيحا، وعلى أولاده أيضا الذين تلزمه مؤونتهم يزكي عنهم زكاة الفطر. أما إن كان يقصد زكاة المال إنه إذا ملك نصابا من المال وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ولو كان مالكه معوقا. جزاكم الله خيرا. إنسان ليس متعلما وليس حافظا للقرآن الكريم، هل يصلي بالجماعة وإذا صلى هل صلاته مقبولة؟ إنسان ليس حافظا للقرآن وليس متعلما، هل يصح أن يصلي بالجماعة وإذا صلى فهل صلاته مقبولة؟ ينبغي أن يختار للصلاة والإمامة أفضل الموجودين في قراءة القرآن وفي فقه الدين، فإذا لم يوجد من هو في مرتبة من حفظ القرآن وفقه الدين فإنه يختار أمثل الموجودين فيصلي بالحاضرين، والقدر الذي يجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة، وما زاد عليها فهو مستحب، ما زاد على قراءة الفاتحة فهو مستحب، فإذا كان يزيد قراءة الفاتحة على الأقل فإنه يصلي، إلا إذا كان في الحاضرين من هو أفضل منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وسمت نفسها بنت الإسلام، بنت الإسلام لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: ما معنى الحب في الله؟ وما حقيقته؟ وكيف يكون؟ وما علاماته؟ وكيف يكون إذا تبين لأحد أنه يحب شخصا لله فهل يخبره أم لا؟ وما أهمية ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الحب في الله أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث. الحب في الله أن يحب الشخص لا يحبه إلا لله، لا يحبه من أجل طمع دنيوي أو من أجل قرابة بينهما فقط، وإنما يحبه لأنه مطيع لله ولرسوله، فيحبه لأن الله يحبه، فهذا من أوثق عرى الإيمان. وإذا أحبه فإنه يخبره بذلك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان يحب أخله في الإسلام فإنه يخبره بذلك ويقول المخبر أحبك الذي أحببتني. وهذه علامة طيبة في المسلمين، الحب في الله والبغض في الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. ما كيفية صلاة الليل وما أهميتها ومتى تكون بالتحديد وما هو أفضل أوقاتها وعدد ركعاتها؟ جزاكم الله خيرا. كيفية صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى، يعني ركعتين، يصلي من كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذه الكيفية المثلى والأفضل في صلاة الليل، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. فيصلي ويسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، صلي 11 أو 13 أو 9 ركعات أو 7 أو 5 أو 3، أدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 11 أو 13، وإن زاد أو نقص فلا بأس بذلك. ووقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الليل. فمن كان لا يثق بقيامه من آخر الليل فإنه يصلي من أول الليل ما تيسر له بعد صلاة العشاء ويختم ذلك بالوتر، ومن كان يرجو أن يقوم آخر الليل فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر الليل، لأن هذا أفضل، يصلي ما يسر له ويختم صلاته بالوتر قبل طلوع الفجر. جزاكم الله خيرا. تسأل عن أهميتها شيخ فادح. أهميتها لا شك أن أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صلاة الليل فيها فضل عظيم، لأنها أبعد عن الرياء، ولأنها تنقطع، لأن الليل تنقطع فيه الشواغل ويحضر فيه القلب. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وناشئة الليل هي القيام بعد النوم. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل عن كيفية صلاة الضحى وعن وقتها وعن عدد ركعاتها وعن أهميتها، جزاكم الله خيرا. كذلك صلاة الضحى وقتها ما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السنة، وكل ما تأخرت فهو أفضل، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تنزل حرارة الشمس على الأرض، وذلك آخر الضحى. وأما عدد ركعاتها فأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. وأما صفتها أن يصليها مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل عن صيام التطوع، جزاكم الله خيرا. صيام التطوع كما سبق الجواب عنه هو أن يصوم الإنسان الأيام التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامها: 6 أيام من شوال، يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، 3 أيام من كل شهر، 10 ذي الحجة، يوم عرفة، شهر المحرم، يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده، وإذا زاد على ذلك وصام يوما وأفطر يوما كما كان صيام داود عليه السلام فذلك أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة التطوع وصلاة الضحى وصلاة الليل، هل يشترط تجديد الوضوء لها؟ كل ما جدد الوضوء، إذا صلى بالوضوء فالأفضل أن يجدده في الصلاة الثانية، وإن صلى بالوضوء الواحد عدة صلوات فله ذلك ما لم ينتقل الوضوء، له أن يصلي بالوضوء الفرائض والنوافل كثيرة أو قليلة ما لم ينتقل الوضوء. وإنما يستحب تجديد الوضوء إذا صلى به وأراد أن يصلي مرة ثانية، هذا من باب المستحب لا من باب الواجب. قراءة القرآن هل تجب كل يوم؟ وما حكم التهاون في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الوجوب لا يجب إلا ما شرع في صلاة الفريضة من قراءة الفاتحة، هذا هو الواجب. ويستحب للإنسان أن يقرأ من القرآن في كل يوم ما تيسر له، ويستحب أن لا يكون أقل، يستحب أن لا ينقص ما يقرأه في كل يوم عن جزء، لأجل أن يختم القرآن في تمام الشهر، وإن ختمه في
أقل من ذلك في عشرة في كل عشرة أيام في كل سبعة أيام في كل ثلاثة أيام فهذا أفضل، وإن كان يقرأه في صلاة الليل فهذا أفضل. من اليمن الأخت نون عين عين بعثت بسؤال تقول فيه: لقد عملت أمي عملية منع الحمل، وذلك ليس خشية الفقر ولا كثرة الأولاد، ونحن والحمد لله في أحسن عيشة ولدينا كل ما نحتاج إليه، ولكن عملتها من أجل المرض، فهي عند بداية الشهر التاسع تمرض وتعاني آلام الولادة، وبالذات في الثلاثة الأيام الأخيرة من الشهر قبل الولادة، وفي الطفل الثامن زاد عليها الألم ولم تلد إلا في المستشفى، ومنها عملية منع الحمل، فما حكم ما فعلت جزاكم الله خيرا؟ إذا كان عليها خطر من الحمل على حياتها فلا بأس أن تعمل يمنع الحمل، أما إذا لم يكن عليها خطر من الحمل وغاية ما يكون أنها تتألم فإنه ينبغي لها أن تصبر ولا تمنع الحمل، لأنه من المعروف أن الحمل فيه آلام. قال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، قال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، فلا بد من الآلام، إلا إذا وصل الأمر إلى حد الخطر أو الألم غير المتحمل فلا بأس أن تتعاطى ما يمنع الحمل درءا للضرر عنها. جزاكم الله خيرا. تقول: لقد سمعت أن النقاب ليس بالحجاب الإسلامي الصحيح لأنه يظهر العينين، وعلى اعتبار أنه يفتتز بهما، هذا كما قيل. ولقد سمعت بعض الزميلات يقول إنهم ضيقوا على المرأة جدا في هذا الكلام، فالإسلام يسر وليس عسر، لأن النقاب يغطي جميع الوجه ما عدا العينين للرؤية بهما مثلا. وتستمر على هذا المنوال شيخ صالح لتسألكم عن النقاب والحجاب، جزاكم الله خيرا. النقاب جائز، وهو أن تلبس ما يستر وجهها إلا ظهور العينين فقط، هذا هو النقاب أو البرقع، ولكن النساء يلبسن ما جرت عادتهن بلجة، إذا كان من عادتها أن تلبس النقاب أو تلبس البرقع الذي لا يظهر منه إلا العينان فقط فلا بأس بذلك، وإن كان من عادتها أنها تغطي وجهها بالحجاب وبالخمار فلتستمر على هذا، لأنه أكمل من لبس البرقع ومن لبس النقاب، تغطية جميع الوجه أكمل في الحجاب، ولبس النقاب والبرقع جائز خصوصا إذا كان هذا من عادة النساء كنساء البادية مثلا، وأما أن يظهر شيء من وجهها مع العينين هذا لا يجوز، أو يتخذ لبس النقاب موضة أو البرقع يتخذ موضة للفتنة كما يفعل بعض النساء الآن في الأسواق تخذنه للفتنة فهذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. هل هناك إثم على اللاتي يحتجبن ويغطين جميع البدن ما عدا الوجه، فإذا ما نصحهن أحد وقال احتجبن عن هذا قلنا إنه مثل ولدنا، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ هذا الحجاب الناقص، الحجاب الذي لا يستر فيه الوجه حجاب ناقص نقصا ظاهرا، لأن أكثر فتنة المرأة في وجهها، لأن الوجه مجمع المحاسن وتركيز عليه أكثر، فحجاب الوجه هذا لا بد منه. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه معنى الآية: فأدنى الغطاء على وجهه رضي الله عنه وأبدى عينا واحدة فقط تبصر بها الطريق. كذلك قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقد المحرمة، يعني لا تنتقد المرأة يعني في الإحرام، دل على أن لبس النقاب في غير الإحرام أمر موجود ومعروف في الإسلام، وإنما منعت منه حالة الإحرام لأنه مخيط على الوجه، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب كما قالت عائشة تسدل خمارها على وجهها. فالحاصل أن ترك ستر الوجه نقص عظيم في الحجاب ومدعاة للفتنة. الواجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها لأنه فتنة. جزاكم الله خيرا. لعله لا يفوتكم شيخ صالح قولها من بعض زميلاتها: إنكم ضيقتوا على المرأة بقولكم هذا. هذا ليس تضييقا على المرأة وإنما هو حفاظ عليها وفي مصلحتها، وهذا الكلام كلام باطل يقوله بعض المخدوعين إن في الحجاب تضييقا على المرأة وحبسا لحريتها كبتا لحريتها في تجمد وفيه وفيه، ليس هذا بغريب من قل فهمه أو قل دينه، فإن المنافقين يتكلمون بأعظم من هذا ويقولون أكثر من هذا، ولكن ليس العبرة بقوله، وإنما العبرة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله
عليه وسلم التي فيها الخير والصلاح، وليس فيها ضيق، وإنما فيها حشمة وفيها وقار وفيها حماية للمرأة. جزاكم الله خيرا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. لم أفهم، هل التسليم على الملائكة يعني التسليم الذي نقوله عند انتهاء الصلاة أم ماذا؟ أرجوكم شرح الحديث وتوضيحه، جزاكم الله خيرا. أنا لا أعلم هذا الحديث ولم أقف عليه، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر. صلاة قبل العصر من النوافل المطلقة، ليست من الرواتب، فإذا صلى قبل العصر ما تيسر فهذا مشروع، ويسلم من كل ركعتين. إذا صلى أكثر من ركعتين فإنه يسلم من كل ركعتين ما تيسر. وأما الصلاة على الملائكة أو على من ذكر فهذا لا يحضرني الآن شيء منه. جزاكم الله خيرا. هل هذه الأحاديث صحيحة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الحدود: ما تقولون في السرقة؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: هي فاحشة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها. الذي أعرف أن هذا أثر يقال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، ولا أدري هل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من كلام بعض العلماء. المهم أن صيغته هكذا: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، يعني ينقرها نقرا ولا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، يعني حضر قلبه فيها وخشع فيه لله عز وجل. أما الذي يصلي وقلبه مشغول وغير حاضر في الصلاة فهذا لا يؤجر على صلاة، وإن كان لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر، ولكنه ليس له فيها ثواب لأنه لم يخشع فيها. الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة خشوع وحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى، وليس المراد منها مجرد الركوع والسجود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.